ولكني أريد أن ألفت نظر بعض الناس الذين يستغربون متابعة الإمام وهم يعلمون أنه قد أخطأ. فمن منا لا يتابع الإمام إذا نسي التشهد الأوسط وقام إلى ركعة الثالثة؟ كل من كان خلفه يعتقد بأنه أخطأ حينما قام إلى ركعة الثالثة وترك التشهد. فتركه للتشهد إن كان عن قصد فهو إثم، وهذا لا يتصور صدوره من إمام ولا وقع في ماضي الزمان ولا في حاله. أما إن كان عن خطأ وعن سهو فلا بد من اتباعه، كما جاء النص في ذلك صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم.